الرد جات فاطمة ما عجبها بالعسل وفاطمة كان هو صانع هذا كحيوان لكن الإنسان مش مش نقول هذه كل العسل ديروا نحلو العسل بالماء العين تبدا توالفة عليك ما نديروا العسل هذا نكحلو به مدة 15 يوم البصل تاعها ولا عادي ولا بيض نوريكم هاكا نصور نوريكم ماء معقد دونك هنا النهار الأول كانوا عينيه بويدين كاع كانوا عينيه جيت عند فيتيرينار بيضاري قال لي من المستحيل العام يرجع وكانوا حالات بزاف كيما وقع قصدي تاعي سكسيتون كاملة واحدة يعني هو أنا ولدت نسيه يعني دونك بديت نعالج شيء بالعسل يوميا كنت ندير لها العسل كنت ندير لها الوقت تاع النحل العين لحد ما هو ندير لها مدة 15 يوم عيني بدا يسكت عيني ولا ما شاء الله نوع من الأزهار لأنه ربيع بيكون نوع من الأزهار ما يهمش نوع العسل ما يهمش نوع العسل اللي هم عسل طبيعي طبيعي انت عملت له حق شفت عين